ثبات العربية من أهم عوامل الأمان اللي لازم تاخد بالك منها وأنت بتشتري، ومن أصعب اختبارات الأمان اللي اتعملت اختبار أمان اسمه موس تيست. لا 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 مش الموس ده، واحد تاني. الاختبار ده فشلت فيه عربيات كتير واخدة سمعة كبيرة بس واخدها على الفاضي، وهنشوف النهاردة أمثلة للعربيات دي، عربيات كانت مراجيح مولد النبي خالص. الاختبار عبارة عن مسار زجزاجي، العربية بتخش فيه، وعشان نعرف نقيم العربية فالعربية لازم تجتاز المسار ده من غير الخروج عنه ومن غير ما توقع الإقماع والأهم إنها تخرج بسرعة قريبة للسرعة اللي دخلت بيها ومثال ده عشان نبقى فاهمين عربية بي ام دبليو اكس 1 موديل 23 دخلت بسرعة 74 كم في الساعة وحققت في المنتصف سرعة 65 وخرجت بسرعه 43، ولو مستقل سرعه الخروج لما تشوف مراجيح مولد النبي اللي قلت لك عليها هتعرف ان دي نتيجه كويسه جدا لعربيه اس يو وبناء عليه هنقول ان سرعه خروج اللي بتكون في حدود الاربعينات دي نتيجه كويسه جدا واقل من كده بتبقى النتيجه متوسطه او سيئه. تعالوا بقى نشوف اول عربيه معانا وهي كيا سبورتج موديل 23، العربيه ابتدت بسرعه 74 كم، وزي ما احنا شايفين كده ما قدرتش تكمل المسار اصلا. على السرعة البطيئة بيبان معانا إن التوجيه في العربية كان ضعيف جدا وما قدرتش تحافظ على المسار بتاعها نهائي هنشوف محاولة تاني ليها على سرعة 75 خبطت أمة وهي داخلة ولما جت خارجة شالت أكتر من واحد وطبعا دي نتيجة فاشلة الأخ اللي فات فشل في إنه يدي نتيجة كويسة مع العربية فجابوا عم خفير عم خفير ده أساسا جارنا وفاتح سايبر وده الراجل اللي بيلجأوا لما تبقى فيه عربيات مع معاهم تعالوا نشوف هيعمل إيه بقى العربية دخلت بسرعة 77 وبرضه عم خفير فشل في انه يحافظ على المسار بتاعها زي ما احنا شايفين كده برضه التوجيه كان صعب جدا عم خفير بيقول ان كان سهران بيلعب فورتنايت فمش عارف يركز وما قدرش يحقق نتيجة كويسة معلش وهنشوف دلوقتي افضل نتيجة للعربية دي وحققها الراجل الاولاني برضه والدخول كان على سرعة 71 في المنتصف على سرعة 60 وخرجت على سرعة 38 هنا نقدر نقول ان العربية خرجت بسرعة بطيئة واحتاجت اكتر من محاوله من اكتر من سائق عشان تحقق النتيجه دي وبالتالي النتيجه بتاعتها نقدر نقول انها بين سيئه لمتوسطه تعالوا بقى نشوف العربيه الاخت التوام للكاس بورتج وهي الهيونداي توسان هل هتحقق افضل منها ولا لا فاول اختبار ما قدرتش تحقق نتيجه كويسه والراجل اللي بيسوق بيقول انا حاولت على قد ما اقدر بس هحاول مره تاني لعلي اطلع بنتيجه افضل ودي كانت افضل محاوله للعربيه دخلت بسرعه 74 في المنتصف كان سرعه 64 وخرجت بسرعه 47. هنا مش هنقدر نقول ان النتيجه دي سيئه، ولكن هنا انا بقارن بينها وبين اختها التوأم وهي الكيا سبورتج، فنقدر نقول ان التوسن حققت نتيجه افضل بكتير، مع ان الشركتين شركه واحده، ولكن تصميم العربيه هنا كان افضل من هنا بمراحل. هنا بقى بيحاولوا يقرصوا عربيه اكتر ودخلوها على سرعه 80، بس الحقيقه العربيه ما قالتش معاهم خالص. وزي ما احنا شايفين كده مجرد ما السرعه زادت الموضوع فرق تماما ما بين انها قدرت تجتاز المسار لانها اتقلبت مرجيح مود النبي هنا بقى جاب عم خفير برضو وعمل فيها عفريت قال لهم هو فشل يعدي على 80 طبعا انا هعدي على 83 بصوا بقى من جوه العربيه الوضع بيبقى فيها عامل ازاي مش سهل برضه عم خفير لعب نيد فور سبيد على مستواه لكن الحقيقه برضه ان هو فشل في الاختبار والعربيه خرجت عن مسارها تماما وده يقول لنا ان العربيه اللي نجحت على سرعه قليله مش بالضروره تنجح على سرعه اعلى منها حتى لو حاجه بسيطه، وان العربيات الاس يو في القصه فيها بتبقى صعبه جدا في التوجيه، فبلاش تغرك العربيه. ثالث عربيه واخر عربيه معانا اللي اتسالت عليها كتير جدا وهي السانج يونج اكس ال، الحقيقه ان السانج يونج اكس ال من العربيات اللي مثال صريح لمرجيح مولد النبي، العربيه بتفشل تماما في انها تحافظ على المسار لا سواء في الدخول ولا في الخروج، وبتخرج بشكل كلي منه، وبالتصوير البطيء تقدر تقول ان الحمد لله ان العربية متقلبتش هنشوف محاولة تاني بعربية تاني وسائق تاني ولكن القصة برضو كانت صعبة اي نعم هو قدر يحقق المسار من غير ما يخرج منه او يوقع الاقماع لكن خرج بسرعة بطيئة جدا للأسف مش مذكور السرعة اللي خرج بيها لكن من الواضح جدا في التصوير ان السرعة اللي خرج بيها سرعة بطيئة وده ما يعتبرش نجاح ولما بيحاول يزود السرعه بيحصل اللي احنا شايفينه ده بيخرج برضه تماما عن المسار دي عينه الاسوا العربيات من ناحيه الثبات بناء على الاختبار ده لو حابين اعرض لكم عربيات اكتر سواء لافضل العربيات او الأسوأ العربيات اكتبوا لي في الكومنتات واكتبوا لي العربيه اللي انتم محتاجين تشوفوا ليها اختبار ولو موجود هعرضها لكم بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله مع السلامه